أحب الحب وأهل الحب وأعيش للحب وأموت في الحب. أحب الحب وأهل الحب وأعيش للحب وأموت في الحب، بأساوته بشقاوته بمراره وحلاوته، بأساوته وشقاوته بمراره وحلاوته. رضيت بالحب يا محلى الحب، رضيت بالحب يا محلى الحب، أموت في الحب وأهل الحب، الحب الحب الحب. يا ليل يا ليل يا ابو الحلوين، يا ليل يا ليل يا ابو العاشقين، يا ليل يا ليل يا ابو الحلوين، يا ليل يا ليل يا ابو العاشقين. اغازل مين وساير مين على الصفين شمال ويمين، أغازل مين وساير مين على الصفين شمال ويمين. يا رب الكون لا تحرمني، يا رب الكون لا تحرمني، عذاب الحب وأهل الحب، الحب الحب الحب. في قلبي للهوى بستان تغني في غصون الغرام، في قلبي للهوى بستان تغني في غصون الغرام. أخذني الشوق لكل مكان، لكل مكان، سقاني ولسه انا عطشان، انا عطشان. وانا اللي جيت على الدنيا، هو انا اللي جيت على الدنيا عشان الحب وأهل الحب، الحب الحب الحب. يا بحر الحب موجك علي، غرقني وخلق قلبي فيه. يا بحر الحب موجك علي، غرقني وخلق قلبي فيه. على مرسي على شواطي، على أيام وعلى ليالي، على مرسي على شواطي، على أيام وعلى ليالي. لكل جميل قلبي بيميل، لكل جميل قلبي بيميل، لعيش للحب وأهل الحب، الحب الحب الحب. تعرفي انت اجرى حاجه فيكي ايه؟ انك مش فاهمه ولا كلمه من اللي بقوله. واللي معي وحياتك ما بتفتح تمها الا لا تشرب وتاكل بس. ايه علينا على كلمه، بدي اقول كلمه، بدي اشرب كاس وراها، انا ما بقى فيه بلاش تدوخ. ولا كمان ولا لك لمصيبه، ما تقوم تسمعنا الطياره مثل امبارح. مش مهم مش مهم. حلوين دول معاهم عربية. طيب بس مين اللي حيسوق العربية إذا كان هني أو نحنا؟ ما بطلنا شرب من امبارح. ولا يهمك يا شيخ. ولا يهمنا ولا يهمنا. كيف انت ما شفتوا الطريق نحنا جايين فيها كلكوع؟ يا رب تنجينا.
خلاص اسوان. لا ما هو هيدا اللي انا خايف منه. يا مادموزيل. نعم. عاوز ايه؟ انا خلاص قررت اصحى، قررت فوق، راح بضرب السكر بالشلوت. اضربيني بالشلوت. لا لا عفوا، قصدي بدي واحد قهوه سدى لو كرمت. خليهم اتنين. لك شفتها فين؟ شفتها فين؟ هي مين؟ لك المضيفة. ما عرفهاش، أنا عمري ما عرفت مضيفات. غريبة، متهيالي اني اعرفها بس مش قادر افتكرها دلوقتي. وحياتك ودي القهوة لنمرة خمسة. تعمل يا أخي ميرسي. سخنة زي النار وسمرة زي الليل ومرة زي الحب. علمتني أشرب القهوة سادة، من شهرين بس ما كنتش بشربها إلا عسل. من شهرين ما كناش نعرف بعض، كنت عيلة ودلوقتي كبرتي. ها أقول لك حاجة بس ما تضحكش عليا. نعم. أنا مش شايفة في الحب أي مرارة، بالعكس ده كله عسل، ولا إيه رأيك؟ كله عسل ولا كله صبر، المهم يفضل حبنا دايما جديد، وكل مرة نتقابل فيها نحس اننا عارفين بعض من ساعتين بس. اللي بتقوله ده مش معقول، يا اما انا ما بفهمش. بتقولي انك كبرتي؟ تحب اثبت لك؟ مفيش مانع. مقنع؟ لا القهوه هتبرد. لا ابرد انا، القهوه ما تشربش الا سخنه زي النار وسودة زي الليل ومره زي حياتي قبل ما اعرفك. الو، نهارك سعيد يا فندم. ايوه موجوده سعاد. الو سعاد، خير؟ انت بتكلميني منين؟ من تحت من الاوتيل. ايوه يا منى، وصلت دلوقتي حالا، لازم اقابلك، حاجه مهمه طبعا. بس ما تاخريش وحياتك، عشان التاكسي واقف بره مستنيني وراجع دمشق على طول. طيب طيب جايه لك حالا. الظاهر ان عمتي ابتدت تقلق عليا، وكمني بحبها ما بحبش ازعلها. ليه انت زعلتيها في حاجه؟ كدبت عليها، قلت لها اننا عند قريبي اللي في مصر. جايه لك حالا. ماما خوتتني اسئله، يا ترى ايه اللي اخرها، ويا ترى ويا ترى، وعنها ما دي على طول. انت مش قايله لها هتبات ليلتين وبعدين ترجعي على طول؟ كان المفروض تبقي في دمشق من امبارح. اللي حصل واقول لها ايه بقى لما تسالني النهارده؟ قولي لها ضروري مسكوا فيا وحشوني.
طب وشغلك؟ انت واخده اجازه خميس وجمعه والنهارده الاثنين، والمديره بتاعتكوا زي ما انت عارفه تنفلق. هتعمل ايه يعني؟ عايزه تطردني تبقى تطردني. منى انت جننتي ولا ايه؟ تضحي بمستقبلك وسمعتك عشان عامله مجنونه زي دي؟ عشان انسان من شهر واحد بس كان لا يعرفك ولا تعرفيه. الانسان ده بحبه. تقومي تجري في كل رغباته وتسلمي له بكل شيء. قلت لك بحبه، بحبه يا سعاد. طب وهو ايه اللي يثبت لك انه بيبادلك نفس شعورك؟ انا متاكده انه بيحبني. وعدك باي شيء؟ اي شيء يعني ايه؟ يعني وعدك بالجواز؟ انا متاكده لو حالته تسمح ما كانش اتاخر. يا مجنونه يا مجنونه. ابدا يا سعاد انا مش مجنونه، انا عارفه انا بعمل ايه. الحلم اللي كنت طول عمري بحلم بيه اتحقق والمعجزه حصلت وعرفت ايه هو الحب. عرفتي ايه هو الحب؟ عرفت. بكره تعرفي ايه هو الندم. انا مالي ومال بكره، بكره ملوش وجود، انا عايشه عمري كله اليومين دول. اللي زيك تفوق يوم ما تصدمها الحقيقه، الحقيقه المره. ولو اني شخصيه ما اتمنلكيش اليوم ده ابدا، بس انا خايف. من ايه؟ الدنيا دي ما بتقلمش فيها الا العاطفيين اللي زيك. عن اذنك. ما وراءك يا عصام؟ وعادت سعاد الى دمشق بخفي حنين. ليه؟ كانت عايزه حاجه؟ تصور اخذت عربيه من دمشق لبيروت روحها راجعه علشان تقول لي اني مجنونه. مش المهم قالت لك ايه، المهم انها جات لك لحد هنا عشان تقول لك رايها. وانت رايك ايه؟ كل انسان بيحب مجنون. كل انسان ما بيحبش مجنون. فهنيكي سؤال محيرك. انت بتحبني يا وحيد؟ مش هو ده السؤال المحيرك. ما تحبش ان افضل احبك كده على طول الى الابد. اللي فات مات واللي جاي في علم الغيب، احنا لينا ايه غير دلوقتي؟ تعرف يا وحيد، يا ريت تقف عجلة الزمن وافضل انا وانت كده زي ما احنا دلوقتي عايشين كده في دلوقتي على طول. مجنونة؟ فعلا. اعذرني، دي أول مرة أحب وآخر مرة. نبقى نتفق. اشاور لك المعتاد؟ ما قلنا بلاش الكلمه دي. كلمه ايه؟ كالمعتاد، مفيش في الدنيا كلمه ممله قد الكلمه دي. امرك. هشاور لك مش زي المعتاد، وهتفق معاك عشان نتقابل لاول مره. كويس. باي باي. باي باي. صباح الخير يا عمتي. صباح الخير يا بنتي. الحمد لله على السلامه يا منى. اتأخرتي ليه يا منى؟ أصل بقى إيه؟ العروسة مسكت فيا علشان تفرجني على عفش بيتها وكمان هدايا الفرح. الفرجة يا بنتي ولا أكل عيشك؟ ده أنا خليت سعاد كلمت المديرة قالت لها إنك عيانة عشان ما يدوكيش خصم ولا سمعتك تبقى وحشة عندهم. ربنا يخليك يا عمتي، وإزاي صحتك دلوقتي؟ والله تعبانة قوي يا بنتي، باين هحصل المرحوم جوزي. بعد الشر عليكي ألف مرة. ارتاح يا بنتي، اللي بيموت بيرتاح. وبعدين معاكي بقى يا ماما، بلاش الكلام ده بقى. انا هستأذن دلوقتي والبركه في منى ان عوزتي حاجه. انا عايزه سلامتك يا بنتي، نفسي اطمن عليكم قبل ما اموت واشوفكم متستتين في بيوتكم. بعد الشر عليكي يا ماما، ان شاء الله تفرحي بينا كده في حياتك. عن اذنك. قادر كريم. عن اذنك يا طنط، هغير هدومي. ايه
سعيد؟ ايه نعم سعيد. فيك تقول لي وين كنت غاطس حضرتك؟ سافرت البلد. كذب. المهم خلصت لي الاغنيه زي ما اتفقنا ولا ايه؟ ايه وكنت لوحدك بالبلد ولا معك حدا؟ كنت لوحدي. كذب. مفيش حاجه ممله في الدنيا قد الحقيقه. وريني كتبت ايه. وريني. فيك تقول لي شو اللي اخرك طول هالمده؟ كنت بعمل لحن الجديد. كذب. مسكيني منى. قصدك ايه؟ مش فاهم. لو بتعرف هي بس بتحب مين؟ بتحب انسان بيحبها. هي بتحبك لكن انت ما بتحبها، لانك انت بتحب كل وحده ما بتكون عارفها، بتحب كل اغنيه ما بتكون سامع فيها بعد ولا مغنيها. هيدي هي الحقيقه. كنت فاكر ان مفيش حاجه ممله قد الحقيقه، لقيتك انت ممل اكتر منها. المهم كتبت الاغنيه؟ كتبتها. نعم. وريني. تفضل. لا قبل اليوم ولا بعد اليوم، اليوم يومك هاليوم. يا سلام، بذمتك كتبتها ازاي؟ كتبتها ازاي؟ بالقلم. قصدي ايه اللي خلاك تكتبها بالجمال ده؟ اخلاصي لك. اسمع، لازم تعرف انه هاليوم يومك هاليوم. ولا بعد اليوم، لا قبل اليوم ولا بعد اليوم، لا قبل اليوم ولا بعد اليوم، لا قبل اليوم ولا بعد اليوم. اليوم يومك هاليوم، اليوم يومك هاليوم. ساعة قلبي يهواكي بس بكره يمكن انساكي، هالساعة قلبي يهواكي بس بكره يمكن انساكي، يمكن بكره ما تشوفيني، يمكن بكره ما تلاقيني. مهما تلحقيني وتشكي وتلوميني، ومهما تلحقيني وتشكي وتلوميني، لكن ما بسمع لك لوم. هاليوم يومك هاليوم، هاليوم يومك هاليوم. حبيني وجافيني بكرة جافيني، حبيني اليوم حبيني وجافيني بكرة جافيني، يمكن بكرة أنسى اسمك، يمكن بكرة أنسى رسمك. قبل ما تنسيني وبنارك تكويني، وقبل ما تنسيني وبنارك تكويني، حقول ما شفتك قبل اليوم. هاليوم يومك هاليوم، هاليوم يومك هاليوم. تلهيني بمواعيدك حكم الزمان ما هو بايدك، لا تلهيني بمواعيدك حكم الزمان ما هو بايدك، مين بيكفل يجي بكره، كم من ليله ملهاش بكره. ويا ما هي ما حبايب دايب قلب دايب، يا ما يا ما حبايب دايب قلب دايب، ما ناموا ولا داقوا النوم. هاليوم يومك هاليوم،
هاليوم يومك هاليوم لا قبل اليوم ولا بعد اليوم 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 اليوم يومك هاليوم اليوم يومك هاليوم الغنوة دي فيها حاجة كده تخلي الواحد يحبها بسرعة فيها انتي عايزة حاجة من مصر؟ عايزة سلامتك مالك يا منى؟ قلتلك اني مسافر مصر وانت اتغيرتي على طول عايز نعمل ايه؟ ارقص من الفرح؟ ليه لا؟ انت عارفة اني طول عمري وانا مستني اللحظة دي دي فرصة العمر يا منى عارفة بس اعمل ايه؟ من طبعي بكره الفراق العروسه دي يا مانوازيل يا مانوازيل بسالك بكام العروسه دي لا مؤاخذه ما كنتش واخده بالي ما هو باين انت جرالك ايه يا منى بقالك كام يوم لا بتحترمي مواعيد ولا بتاخدي بالك من الزباين مش ضروري الفت نظرك الانذار الثالث حيكون الاخير لا مؤاخذه يا مدام هدى الكلمه دي انا شبعت منها انت تلتفتي لشغلك احسن حاضر سعاد سعاد نعم يا ماما بتعملي ايه عندك؟ ابدا ولا حاجة كنت بدور على شربات في دلاب مونة قوليلي يا بنتي ايوة يا ماما هي مونة مالها اليومين دول هيكون مالها يا ماما معرفش كانت ضحكتها مالية البيت اما انت يا ماما بقى عشان بطاية تضحك كام يوم هتبني على كده حاجات ابدا يا بنتي انا بس خايفة عليها خايفة من ايه؟ ما يسرقش الضحكة من فم البنت الا ايه القصد ربنا يستر عن اذنك بقى يا ماما انا اتاخرت على الشغل مع السلامه ربنا يوفقكم مفيش حاجه مش كده جواب من سطرين مش هين عليه يكتبه معلش الغايب حجته معاه بكره لما يرجع بكره لما يرجع طب تعالي اتفضلي شايفة ولا مش شايفة؟ امتى علقوا اليافطة دي؟ لمحت البواب من شوية بيعلقها الظاهر ان صاحبه رجع من مصر مخصوص عشان يبيع الشقة اتفضل مبروك مبروكين عليك الله يبارك لك فيهم مادموزيل منى؟ هو وحيد مش راجع؟ ما بفتكر صحيح هو مسافر برحله رحله الى الاقطار الشقيقه رحله طويله انت فاهمه وكلفني لو قابلتك سلم عليك واعتذر لك لو قابلتني هو قال لي هيك طبعا هو ما بيقصد شيء طبعا انت فاهمه 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 كل حكايه فيها لو نعم ولا حاجه Thank you.
دلوقتي تقدري تطمني عليها خالص، بس يلزمها 10 ساعات نوم متواصل، بعد كده نقول لها مع السلامة. ميرسي يا دكتور. وانا الحمد لله لحقتك في الوقت المناسب. يا ريتك كنت سبت ايدي، كنت استريحت. ما تبقيش عبيط عمال، المهم دلوقتي تنامي وتستريحي. من ناحية ماما اطمني، اخترعت لها حكاية طويلة عريضة عشان اوهمها انها غلطة، احسن ما تفتكر انك عبيطة. خدي اشربي اشربي بقولك. مر مش كده؟ طب خدي قرقشة السكر دي، الدكتور بيقول انك لازم تاكلي حلو على قد ما تقدري، يعني من هنا ورايح مفيش قهوة سادة. وعندي ليكي خبر هيفرحك، شركة طيران اللي قدمنا فيها في بيروت قبلت طلبنا، يعني هنبقى دايما سوا رجلي على رجلك. المهم انك تنسي كل حاجة وتستريحي. خدي اشربي، صحتك في الدنيا. صدقيني يا منى مفيش راجل في الدنيا يستاهل انك تضحي بحياتك عشان. سيداتي ساداتي، ستبدأ الطائرة بالهبوط باتجاه مطار بيروت الدولي. المرجو أن تربطوا أحزمة الوقاية وأن تمتنعوا عن التدخين أثناء الهبوط. شكرا. منى منى أرجوك تسامحيني. أسامحك على إيه؟ على أني معرفتكيش من أول وهلة، كنت شارب محيط 3 أيام في اسطنبول ما نمناش فيهم ولا ساعة، شرب ليل ونهار، عشان كده ما خدتش بالي، لكن دلوقتي الحمد لله فقت. حاجة تموت من الضحك. كل ده عشان ما عرفتكيش يا ستي، راسك ابوسها. انا شايفاك لسه ما فقتش. انا فايق وبتكلم جد يا منى، كنا نتقابل بالطريقه دي مش صدفه، دي علامه. علامه؟ ايوه علامه، علامه على ان سكتنا واحده وانه مكتوب لنا نرجع نتقابل، اكيد علامه. العلامه الوحيده اللي انا شايفاها دلوقتي اننا قربنا من بيروت، ولازم ترجع مطرحك وتربط الحزام كويس. فرصه سعيده يا استاذ وحيد. ارجوكي ما تكلمنيش بالطريقه دي، احنا مهما كان معرفه قديمه. ليه لا، ما انا كل واحد يسافر معايا مره في الطياره بيبقى معرفه قديمه. اتفضل مطرحك يا استاذ وحيد. اصحى اصحى، قربنا نوصل بيروت. اصحى. بس كمشتا. هي مين؟ لك المضيفه. ما عرفتها مين هي؟ هيدي منى. منى تتذكر؟ بدي انا اتذكر ولا انت تتذكر؟ لك يا وحيد اتصور انه مجدي هو اللي جبنا على بيروت ونحن مش عارفين. بذمتك لا مؤاخذة ما كنتش واخد بالي. العتب على الويسكي. ايه انا فهمته كل شيء. اسكت ولا سكرة يني، اما سكرة مطينة. ما تيجي تنزل معانا؟ لا انا حنزل مع استاف. سيبك مستاف النهاردة، ده احنا بقالنا زمان ما شفناكش. معلش اصله احنا متوعدين. متوعدين؟ ايوه. انت ومين يعني؟ ولك هو وستاف. ما قالك؟ طب وماله؟ اعتذر يا اخي. ما قالك انه متواعدين؟ اتركه بحاله هو وستاف تبعه. طب خلينا نشوفك. باذن الله في اول فرصه هتصل بيكم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يلا بخاطرك مجدي. وبعدين ولا قبلين صديته بصنعه لطافه، وهو عمل ايه لما شافك؟ ما انا حكيت لك من طقطق لسلامه عليكم. قصدي كانت مفاجأة بالنسبة له. وأي مفاجأة. وانتي؟ أنا أبدا، اللي فات مات. دوري على غيرها، الكلام ده مش عليا أنا، انتي لسه مضطربة.
ولا مضطربه ولا حاجه. خلي بالك مجدي جاي، انا ما قلتش حاجه. ها باي باي. طيب مع السلامه. اتفضلي يا منى. هو ده ستاف اللي مستنيه مجدي؟ هيدا مش بس ستاف، هيدا الظاهر استلطاف. هتعملي ايه الليله دي؟ مش عارفه، بيتهيألي اخد حمام مطولي على السرير. مالك بتبصلي كده ليه؟ شايفك متغيره. متغيره؟ او يمكن حزينه. يمكن، انا دايما لما ببقى تعبانه ببان حزينه. مساء الخير يا جورج. ايه هو ما جاش جوابات يا عبده؟ لا يا انا بس اوصل على سريري راح نام بكيبي. عبده افندم تبقى صحيني بعد بكره. حاضر يا استاذ. ما تسالش فيه يا عبده. حاضر يا استاذ. ليش ما تسالش فيه؟ احنا لسه العصر وعايز تنام دلوقتي. لك يا اخي مزيجي، انا حر. عبدو شيل فيش التليفون من الغرفه. حاضر يا استاذ. بقول لك ما تسالش فيه يا عبدو. حاضر يا استاذ. لك يا اخي ممكن اعرف شو حكايتك معي بالظبط؟ هلا انت حتشاركني بنومي كمان؟ احنا دلوقتي ورانا حاجه اهم من النوم. اهم من النوم؟ مش معقول. عايزك تساعدني. بشو؟ كاني اعرف كل حاجه عنك. بتاكل فين؟ بتسهر فين؟ بتنام فين؟ الله، انت هتعمل ارنب ولا هتخدمني الخدمه البسيطه دي؟ هي من جهه بسيطه بسيطه. الله، امال مالك ببلم كده ليه؟ اتركني، عم فكر. في ايه؟ في منى؟ لا، عم فكر اني ليش عملوا غرف نوم بالبيوت بس ما كان بالناقص. امر الله. عن اذنك. تفضل تفضل. تفضل يا سيدي. هيدي هي. هلا في روح انا نام من غير ما تروح. مساء الخير. انت تسمحي لي اتعشى معاكي؟ متشكر. قصدك ايه من ده كله؟ جعان وجاي اتعشى، في مانع؟ لا ابدا، بس انا اتعشيت خلاص. متر الحلو من فضلك. عمرك يا هاني. بتقري في ايه؟ لطيف جدا الكتاب ده. تسمح ترجع لي الكتاب؟ قد كده مهتمة بيه؟ الكتاب صديق مخلص. لكن أنا صديق قديم، والصديق القديم أولى بالاهتمام. ولا مش ده رأيك؟ رأيي خير جليس الكتاب. أنت عارفة أن الأمثال ما تدخلش دماغي، وبيني وبينها ما صنع الحداد. ما هي ما صنع الحداد دي رخرة مثل. تعرفي؟ ما فيش نمنمة فيك اتغيرت. هو أنا إزاي شايفاني؟ سكتي ليه؟ كل ده عشان غلطتي معاك امبارح يا ستي. ما كنتش واعي، سامحيني. يا سلام، قد ايه شعورك مرهف. اظن مش هتقدر تنام قبل ما سامحك على غلطتك معايا امبارح. خلاص يا سيدي، سامحتك على غلطة امبارح. في حاجة تانية؟ ابتسامة زمان. انت التكشيرة ما بتجيلكيش. بس كده؟ حاضر، اديني هبتسم. حاجة تانية؟ القهوة من فضلك. خليهم اتنين. حاضر. عشان تعرفي. أعرف إيه؟ إني ما نسيتش حاجة، فاكرة؟ سمرة زي الليل، سخنة زي النار، مرة زي الحب. مع الأسف أنا قهوتي دلوقتي سكر زيادة. سكر زيادة؟ لكن زمان كنت بتشربيها مرة. دلوقتي بحبها حلوة، مفيش أسخف من طعم المرارة. عرفتي بقى مين في اللي نسي ومين لسه فاكر؟ أما قضينا مع بعض شوية أيام، فاكرة الشام والبيتين اللي قدام بعض
ومكان لقائنا في بيروت والتشيكلس. فاكر انت ليلة ما رحنا سيرك عمار واشتريت لي الفستق؟ الا فاكر. ودي ليلة تتنسي؟ عرفت انك كداب بقى؟ انا عمري ما رحت معاك سيرك عمار. طب وماله؟ اعتبر يا ستي ان رحنا. منى، اثبت لك ازاي ان الايام اللي قضيناها سوا لسه عايشه في قلبي، كل لحظه وكل كلمه لسه فاكرها. والدليل على كده جمله قلتيها لي. قلت لك ايه؟ وانت بتشربي القهوه قلتي مره زي حياتي قبل ما اعرفك. يمكن اكون قلتها بس اوعى تكون صدقتني. حاجه تانية؟ الحساب من فضلك. من عينيا. حاضر. افضل انك ما تدفعش حسابي. ما تشدديش معايا في مساله الحساب دي. وعلى راي المثل ما فيش بين الخيرين حساب. ده لو في خيرين. وهي الحكايه فيها لهو؟ كل حكايه فيها لهو. كل حكايه فيها لهو الا الحساب يا بيه. والباقي علشانك. متشكر. انت نسيت الشيكلس ليه بقى؟ فاكرني عيله حمد غلبان؟ سبحان الله، انت زمان كنت تموتي بالشيكلس. هنرجع تاني لزمان. اللي فات مات، واللي جاي في علم الغيب. احنا لنا ايه غير اللحظه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ يا ريت يا منى توقف عجله الزمن ونفضل انا وانت عايشين في دلوقتي. فاكره؟ ده كان زمان. كنت عاطفيه. قول مجنونه. منى، انا سافرت من غير ما اودعك عشان حبنا يفضل من غير وداع، وكنت واثق انه حنتقابل تاني. منى، انت مره قلت لي كلمه مش قادر انساها، كل انسان ما بيحبش مجنون. وانت كمان قلت لي كلمه علمتني الايام ان ليك حق فيها. كل انسان بيحب مجنون. تصبح على خير. ايه الحكايه؟ ما هو بيتنا اهو. طب مش هوصلك لحد الباب؟ انت حر. عاجزين عن الشكر. العفو العفو. تصبح على خير. وانت من اهله. بس انت ليكي نفس تنامي؟ جدا. هي دي الطريقة اللي تعامل بها إنسان كلف خطر وصلك لحد البيت؟ ليه بقى؟ عملت إيه؟ وبتقولي عملت إيه؟ كفاية إنك قفلت الباب في وشي بطريقة ما فيهاش ريحة الذوق، مع إني ما عملتش أي حاجة أستحق عليها المعاملة السيئة دي. أمال لو كنت طلبت منك بوسة كنت عملت إيه؟ اللي هعمله دلوقتي. تقدريش تنكري اني استاهل بوسه دلوقتي؟ انا شايف ان مفيش قدامي غير حاجه واحده بس. الو، فرقه الستاشر. حيلك حيلك حيلك. هما ما عارف جدا دول ولا ايه؟ اسمع يا استاذ وحيد، انا عايزك تفهم اللي هقوله لك كويس. انت انسان لطيف وكل حاجه، بس في نظري انا طايش وحوائي كمان، وكل شيء اللي بيني وبينك خلاص انتهى، فاهم؟ ابوس ايدك ما تزعليش. على العموم انا حامل نفسي مصدقك.
منى بتكرهني، منى مش طايقه تشوفني. تعالي بقى اديني بوسه. لما توريني عرض كتافك. الله، ايه الداعي اذا كنت بحبك؟ عايزاني اقولها لك بصفه رسميه يعني؟ بحبك، بحبك من اول وجديد. ولا بتحبني ولا حاجه، كل ما في الامر بتحب كل حاجه مش ملك ايدك. قولي اللي تقوليه، لكن دلوقتي بحبك ودي ما فيهاش نزاع. الكلام ده كان لازم تقوله لي زمان، كان لازم تحبني من 3 سنين. من 3 سنين كنت بحبك، بس ما كنتش عارف اني بحبك. الحاجات دي الواحد بياخد باله منها بعدين، بعد فوات الاوان. ما فاتش الاوان لسه يا منى. ليه بقى؟ فاكر حضرتك اني هقعد 3 سنين حاطه ايدي على خدي ومستنيه يرجع لي حبيبي الوحيد. وحيد؟ انا في انسان تاني في حياتي اعرفه. كفايه انك تعرف انه متزن ومحترم ووقور. ده يبقى اكيد فوق 60. لا ابدا، ده لسه صغير، بس وصل للسن اللي عمرك ما هتوصل له، وصل لسن الرشد. اسمه ايه؟ يهمك ايه من اسمه؟ ارجوك سيبني في حالي، ايام زمان طلحت ذوق وسبتني في الوقت المناسب، في الوقت اللي انا كنت حسيبك فيه. عشان كده قلت والله بركه يا جامع، روح دور لك على حته غير دي، الليل قدامك مليان فرص. منى، انا مش مصدق وداني، معقول تكوني فكرتي في الكلام اللي بتقوليه ده؟ الو. مساء الخير يا استاذ مجدي. لا ابدا، انا رجعت بدري مخصوص عشان عارفاك انك هتكلمني. ايوه لوحدي، محدش معايا ولا حتى سعاد، ما انت عارف انها مسافره النهارده. صوتي متغير؟ لا، ما كنتش نايمه، رحت اتعشيت بره وقابلت هناك واحد فلقني. لها معرفة سطحية من اللي بيقابلهم الواحد كل 3 سنين مرة، وبالرغم من كده وحشتيني وازيك وسلامات. النوع ده. الو، مش عارفه الخط جراله ايه النهارده. لا ابدا، مفيش حاجه، تعبانه شويه. تصبح على خير. ممكن عارف الله شو اللي ياخد عقلك. صح النوم الدور عليك. ماليش نفس الامر. ايه احسن، انا هتجنن والله. الو، يا مساء الخير، هيدي سوسو، بتريد تحكيها؟ مش عاوز اكلم حد. مش موجود، بعد ما رجع. بتحب تروح الليله تسهر بالكاسينو؟ مليش نفس السهر. راح بلغوا الرساله، واول ما بيرجع راح له يضرب لي التليفون. مع السلامة. ما إلك نفس تلعب، ما إلك نفس تنام، ما إلك نفس تاكل، ما إلك نفس تشتغل. ممكن بالله أعرف عشو إلك نفس؟ نفسي إقنعها إنها غلطانة. مين هي؟ منى. نفسي أعرف وصلت لحد فين العلاقة بينها وبين مجدي، وبقالها قد إيه بتشتغل مضيفة. أنا راح أقول لك يا سيدي. آخ، ميم ميم ميم. من بعد عهدك السعيد بكم شهر التحقت بشركة طيران ليا، ملحوظة بسيطة من عندي، انت يلي طيرتها من ايدك. غلطة بتوصل لك. كيف؟ هلا صار في طيارجي بالجو، ومش بعيد انها تكون بتحبه. انا متأكد انها ما بتحبوش. تعرف انا ابتكرت حاجة، كلمة واحدة قالتها له وهي بتكلمه في التليفون. قالت له مساء الخير يا استاذ مجدي. استاذ، فاهم؟ يا عيني عليك، عمرك شفت واحدة بتحب واحد بتقول له مساء الخير يا أستاذ؟ له خي طيارجي بيسوق طيارة، شو رح تقول له؟ مساء الخير يا أسطى. يا عبيد، لو كانت بتحبه صحيح كانت بتقول له مجدي، مجدي بس. دي ما قلتليش أستاذ إلا ما حبت تشتمني. وحبت تشتمني ليه فكرك؟ عشان مش قادرة تنساني. ما المصيبة إنك أنت اللي مش قادر تنساها. لخيه
فيك تقلي هلا شو راح تعمل؟ ايوه سالتني حاعمل ايه؟ فكره. انا حكتب لها جواب وانت حتروح تسلمه. يا عيني عليك، ليش انا الي عين ورجيها وشي؟ ما انت مش حتوريها وشك، انت حتروح المطار وتقابل مجدي وتخليه يعتقد انه شافك صدفه، وحتقول له انك بتدور على منى وتدي له الجواب عشان يسلمه لها، وما تنساش تشكره طبعا. بس فهمت قصدك. الحمد لله. مش راح هو، واسمح لي لك انه هيدي خطه فاشله من اساسها. اسمع يا سعيد، انت صاحبي. مش راح روح. والمثل بيقول في الحب والحرب اللي تكسب بيه العب بيه. ولو، مش راح روح. ودي خدمه بسيطه، انت ياما طالب مني خدمات. قلت لك مش راح روح، وانا لما بقول مش راح روح يعني مش راح روح. عن اذنك. تعلن شركة الخطوط الجوية اللبنانية عن قيام رحلتها رقم 712 المتجهة إلى باريس. المرجو من جميع حضرات المسافرين سرعة التوجه إلى الباب الخارجي استعدادا للسفر. شكرا. صباح الخير. أهلا منى، معايا جواب علشانك. من مين يا ترى؟ من وحيد. وحيد؟ بقى لو الكلام ده صحيح، الكلام ده كله كذب في كذب. انا عارفه وحيد كويس، هو ما يقصدش من الجواب ده غير حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ يوهم مجدي بصنعه لطافه من غير ما يبان ان في علاقه بينه وبينه علشان يبعده عني. تفتكري؟ انا متاكده. اشمعنى ما بعتش الجواب ده على البيت او على مكتبي في الشركه؟ اشمعنى ما نقاش غير مجدي؟ مظبوط، معاكي حق. ودلوقتي تلاقيه فاكرني اني شربت المقلب، ومش بعيد كمان يكلمني في التليفون ويتظاهر انه طفل بريء لسه ما اتولدش. ما تخافيش يا اختي، ضرب 4 تليفونات النهارده وسال عليكي. جالك بقى كلامي؟ ده لازم هو، انا هقول انك لسه ما رجعتيش. لا بالعكس، قولي له ان هنا وعاوزاه. عايزاه يعتقد ان لعبته دخلت وخالت عليا، وانا هعرف انتقم منه. الو؟ هو استاذ وحيد؟ مساء الخير. ايوه موجوده، تحب تكلمها؟ ثانيه واحده. منى تليفون علشانك. ايوه مساء الخير. ايوه وصلني. لا طبعا مش زعلانه، والا كنت قفلت السكه في وشك. معقول بعد الجواب الرقيق بتاع امبارح ده افضل شايله في قلبي حاجه؟ لا، عندي 3 ايام اجازه زي زمان، ما عنديش مانع. فين؟ طب افكر. مش عايزني حتى افكر. خلاص من غير ما افكر. هتعدي عليا الساعه كام بكره؟ 9 الصبح. طيب هتلاقيني جاهزه. باي باي. وكمان لو عيني عزمني قال ايه زي زمان. وعزمك على فين ان شاء الله؟ في نفس الاوتيل بتاع زمان. مالك؟ متهيالي انك رجعتي تلعبي بالنار. ما تخافيش عليا، انا هوديه البحر وهرجعه عطشان. ما عندكيش فكره هعمل فيه ايه. هنزلك عشان احجز اوضه. ايه ده؟ 2. 2 ايه؟ يعني اوضتين. طب ما تخليهم اوضه. اوضتين. اوضتين؟ اوضتين اوضتين. عايز اوضتين يفتحوا على بعض، تحت امرك.
مرة القهوة. ما هي حلوة عشان مرة. فاكرة؟ ايه؟ الليلة اللي قضيناها هنا ايام زمان، مش فاكرة ولا ايه؟ ودي حاجة تتنسي. خير، انا بتفائل جدا لما القهوة بتندلق. مسكين. ليه؟ عشان متفائل. منظر متشبعش منه العين، جميل وحزين، بيفكرني ان يوم من عمري ده هدر. كل يوم نمضيه سوا ما يبقاش اسمه ضاع. تفتكر ان احنا سوا؟ وحنفضل سوا على طول. من ساعة ما شفتك حسيت ان المرة دي تقابلنا علشان نبقى للأبد. بتفكري في ايه؟ بفكر ان مفيش كلمة فارغة قد كلمة للأبد. اربطي لي بابيون. اربطه لوحدك. مش عارف. الا هات البابيون. افرض ما كنتش معك كنت عملت ايه؟ ما كنتش هلبس رسمي. امري لله. ايديك حلوين بموت فيهم. وانا هموت من الجوع. انا لازم اطلب منهم حضرون العشاء على بال ما تخلص لبسك. واوعى بقى اوعى. الا لسه بتحب الشطه زي زمان؟ اوعى تخليهم يحطوا في الاكل ريحه الشطه. الله دي لذيذه ومضره كمان. شويه صغيرين. بقول لك عامله رجيم. خلاص اكل شطه لوحدي. ذنبك على جنبك. مفهوم؟ مفهوم يا استاذ. شمبانيا وكافيار وبعدين العشاء زي ما طلبت سيادتك. وكتر الشطه قد ما تقدر. من غير ما تقول يا استاذ احنا اكلنا كله بهارات وشطه سيتونه تريل. زبايننا كلهم عرسان في شهر العسل. ان شاء الله يكون الاكل عجبكم. مدهش كويس بس مفلفل قوي. زبايننا كلهم يموتوا فيه بالطريقه دي. والعمل رجيم. مش معقول رجيم في شهر العسل يا مدام. عن اذنكم. فاكرنا في شهر العسل. متفائل زيك. انا حاسس نفسي زي النار. اطلب كازوزه. كازوزه ايه؟ دي نار ايده. يبقى اطلب المطافي. انا مش لاحق امتى هنام. وانا كمان. الله على فين اوضتك اهي. طب مش هندد شوي قبل النوم؟ ماليش نفس. تصبح على خير. نعم منى. دي مش طريقة. دي مش معاملة. أنا عندي كلمتين مهمين لازم أقولهم لك. أنا نعسانة دلوقتي. الصباح رباح. أيوة بس مش معقول بعد السهرة اللطيفة دي ننام بدري زي الفراخ. منين بدري؟ أنت عارف الساعة كام دلوقتي؟ يا شيخة بدري بدري. لا مش بدري. تصبح على خير. وبعدين معاكي خد بالك ممكن حد يفوت ويشوفنا. طب ومالو احنا غراب؟ ما احنا طول عمرنا قدام الناس اغراب. تصبح على خير. منى. نعم. التلفاز مقفول من ناحيتك. ما انا عارفه. طب افتحي. لسه معاك لبان؟ ولا واحده. افتحي. علشان هقولك كلمه. كلمه واحده بس. اجلها لبكره. تصبح على خير. الله هو كل حاجه عندك تصبح على خير؟ يعني الحق عليا اللي بقولها لك؟ لا الحق عليا انا اخدت اوضتين. طب تصبح على خير. Thank you.
نفسي كانت تهوى وجودي، واليوم صارت تنسى وعودي. بالأمس كانت تهوى وجودي، واليوم صارت تنسى وعودي. يا ويلها ماذا بها، هتظنوني عبدا لها عبدا لها. أنا لن تهون رجولتي، خابت ظنون دليلتي، خابت ظنون دليلتي. كانت تغلي اشتياقا حتى تراني، واليوم صارت تحتال دوما كي لا تراني. بالأمس كانت تغلي اشتياقا حتى تراني، واليوم صارت تحتال دوما كي لا تراني. يا ويلها ماذا بها، أتظنني عبدا لها عبدا لها. أنا لن أعود لحبها حتى تعود لطاعتي، حتى تعود لطاعتي. حتى سلاها والحب يغري، قد كان دوما يهوى هواها فأضاع أمري. عاندت قلبي حتى سلاها والحب يغري، قد كان دوما يهوى هواها فأضاع أمري. فلا ربما يحنو لها ولبسمة من تغرها، لكنه قد قال لي فوق الغرام كرامتي، فوق الغرام كرامتي. يا ويلها ماذا بها، أتظنني عبدا لها عبدا لها. أنا لن تهون رجولتي، خابت ظنون دليلتي، خابت ظنون دليلتي. يا صباح الخير. من تصبح على خير لصباح الخير يا قلبي، لا تحزن. أنا شايفك بقيت غاوي الأمثلة اللي كنت بتكرهها. وأنا شايفك فايقة ورايقة. ليه لا؟ الدنيا جميلة والجو بديع، وكمان نمت كويس. يا بختك. ممكن أفطر معك؟ ده تنازل منك وشرف عظيم ما كنتش أحلم بيه. هتفسحنا فين النهاردة؟ إيه رأيك نتفسح كده لحد بيروت؟ يا خسارة، كان نفسي أقضي ليلة جميلة زي امبارح قبل أجازتي ما تخلص. تعرفي إنك نمرة؟ والجواب اللي بعته لمجدي مش كان برضو نمرة؟ اسمعي يا منى، سيبك من الهزار وخلينا في الجد. صحيح عايز تتكلم جد؟ أيوة طبعا بجد. أنا مستعجلة علشان أفهم مجدي على كل حاجة. قد كده همك رأوا فيكي؟ طبعا مادام هيتجوزني. كدابة، مجدي عمره ما طلبش الجواز. وهيطلبني لما هفهمه أنت كتبت الجواب ده ليه. أنا كتبت الجواب ده عشان بحبك. أيوة كلمني عن الحب، ما نضحكش على بعض يا أستاذ وحيد. الحب بالنسبة لك ليلة وتعدي، مغامرة لعبة وشاطر فيها،
ده اللي خلاك تكتب الجواب وقصدت تديه لمجدي علشان توهمه ان لك دور في حياتي. اذا كنت ما تعبتش من كتبك انا تعبت، واذا كنت جيت معاك لحد هنا ده عشان اسقيك من نفس الدواء اللي بتسقيه لغيرك. سكت يعني اتكلم؟ ده في جمل جاهزه للمناسبات دي. عايزاني اقولك ايه؟ اي حاجه بالرفاق والبنين مثلا. ارجوك سيبيني في حالي. امرك. لما تحب تروح بيروت هتلاقيني في العربيه. وهو كذلك. اذا ما كانش عندك مانع انا مستعده ادفع حساب اوضتي تغرم ليه حق اوضه انت ما استعملتهاش. أيام زمان كنا نتخاصم من هنا عشان نتصالح من هنا. أرجوك تسيبنا من أيام زمان. عشان هتجوزي مجدي وانت ما بتحبهوش. بحبه. بص كده في عينيا وقولي إنك بتحبيه. بحبه وهتجوزه. نشاطركم الأحزان. منى. قلتلك بحبه. مصدقك. على العموم يستاهل. لطيف ومتزن وتقيل. وبيحافظ على مواعيده ومتربي كويس وحياتك معاه هتبقى منتظمة جدا. كل شيء بحساب، كل شيء في وقته، حياة كلها مكتوبة على مكنة. عايزة رأيي انت ما تنفعكيش الجوازة دي أبدا. عايزة أعيش مطمئنة. تعيشي مطمئنة؟ يعني تعيشي من غير أمل يا عبيطة؟ عيش وبس. دبني إيه من الأمل؟ عايزة أعيش في أمان. أديكي قلتيها، أديكي بتعترف إن الجواز نهاية أمل وبداية أمان. أنت بتدوري على بوليس التأمين ضد السرقة والحرائق والحب. الحلم بيغني عن الحب. الحب ساعات بيقتل. وأنا عايزة أعيش. عايزة تعيشي. الكلمة دي قلتها لي ألف مرة. طب ما تعيشي وحد منعك؟ ما تأخذنيش. أنا بقولها وبعيد فيها علشان أقنع بيها نفسي إني لازم أعيش. أصل في وقت من الأوقات من تخفيلي تصور كنت هموت نفسي. تموتي نفسك؟ مش معقول. امتى الكلام ده؟ بعد ما سافرت انت. حكايه قديمه. حسيت في وقت من الاوقات من اللي بتقول عليه الحب. ايوه حبيت زمان، ولما سابني كنت هموت نفسي علشانه. كنت لسه صغيره وما كان ليش خبره في الحياه. بلعت أنبوبة أقراص منومة وكنت هروح في شربة مية. ولو تعرف كل ده علشان مين؟ مين؟ حد عرفه؟ هتعرفه ازاي؟ أهو واحد والسلام. كان يشبهك كده في نظرته للناس وللحياة، بس كان أصغر منك. وإيه اللي خلاكي تسترخصي الحياة وتموتي روحك؟ أساء معاملتك؟ أبداً، بس سابني فجأة وما كنتش اتصور ابدا انه هيسيبني. طب ما انا سبتك فجأة وعشتي والحمد لله. ابتدي لومني بقى علشان ما موتتش نفسي علشانك. ورجعتي قابلتيه؟ مجدي؟ لا التاني. صدفة. وبعدين؟ ولا قبلين حب يعيد الحكاية من جديد ولا كأن حاجة حصلت. وجات على دماغي انا، هو يحب وانا ادفع. دلوقتي فهمت انت عايزة تتجوزي مجدي ليه؟ عشان تهربي منه. ما بدهاش نزاع، انت لسه بتحبيه. وانا المغفل اللي ما كنتش فاهم. وجوازك من مجدي محاولة تانية للانتحار. انتحار بالتقسيط. يا عبيط، مع مجدي هعيش. هعيش بالتقسيط. منى، تعرفي احنا عيبنا ايه؟ اننا اتقابلنا وافترقنا من غير ما نعرف بعض، ومحدش فينا كان عارف التاني على حقيقته. لو كنا نعرف كنا حبينا بعض بحقه حقيقي زي ما بحبك دلوقتي. لا، انت ما بتحبنيش، ده بس نوع من الندم. منى، أنا التاني هو اللي كنت بحبه مش أنت.
وبتضحك كمان؟ ما هو اللي بيشوفك رايح مع منى الى مكانك المفضل ما بصدق انه الاسد راجي او لابس جلد ارنب. ايه شمتان فيا؟ جدا جدا. كمل. وشو قالت لك بعدين؟ قالت اني كذاب. وشو كمان؟ وقالت اني مغفل. وشو كمان؟ ايه مش كفاية؟ ما قالت لك انك واحد خداع؟ لا. لكن اسمح لي اقول لك اياها انا. ايه حكايتك انت؟ من ساعة ما وصلت وانت بتتريق عليها ليه؟ ما هو اليومين اللي قعدت فيهم لوحدي هون خلوني افهم كل شيء على حقيقته. كل ساعة والتاني تليفونات مواعيد الباب ينفتح وحدة تدخل وحدة تطلع وحدة تسأل عن الأستاذ وحيد وحدة تسأل عن الأستاذ سعيد رح نتغدى فين رح نعمل شو بعدين ما حدا بيعرف. لطيفة جدا انه ما نعرف وين رح نتغدى الظهر او وين رح نسهر بالليل او شو رح نعمل بكرة او مين رح نحب بعد بكرة. مثلا فيها إثارة ما بقلك لا، فيها سر المجهول، لكن فيها عيوبها وانا اكتشفت عيوبها لما قعدت لوحدي انا هون. وحيد اسمع مني، نحن هايصين يعني عايشين بالجو مش عايشين على الارض مثل بقية الناس. منى الى حق تتزوج، انت بدك اياها تحبك، بدك اياها تحبك. ليش؟ اي ست بتحب اي رجال ليش؟ قلي بس. بعرف انا، بعرف انا، عارف اراءك حافظها صم. الحريه تاج على رؤوس العزاب وهالتاج ما بيشوفه الا المتزوجين. الزواج حب اجيته سكه قلبيه. لكن لا، اسمح لي لك كلمه، انا وحيد انا بعرف انت ما غشيت منى بشي، لانك بعمرك ما وعدت منى او وعدت ست غير منى بشي ابدا. صحيح يا وحيد انه حياه الفنان معروفه عند الجميع، لكن بالرغم ومن هذا كله لو راد المولى وصر لي اليوم اني قابل وحده مثل منى باكد لك اني ما بتردد ابدا اني اتزوجها. وانت كمان هلا في حلين قدامك، يا تزوجها يا تركا. مش ممكن اسيبها المرة دي، مش ممكن اسيبها. نهارك سعيد. نهارك سعيد. انا وحيد. اهلا وسهلا، تفضل. ميرسي. تفضل. ميرسي. اتفضل. منى موجودة؟ لا، دي سافرت النهاردة. سافرت؟ لوحديها ولا؟ ولا ايه؟ تقدر تكلمني بصراحة، أنا بنت عمتها وهي متخبيش عني حاجة. مادام كده تسمحي لي أسألك سؤال؟ اتفضل. تفتكري إنها بتحب مجدي؟ لا. وهتجوزه؟ أيوة. أيوة؟ إيه الحكمة إنها هتتجوز مجدي وهي بتحب واحد تاني؟ اشرح لك ازاي. دي قصدي اقول ان اي ست في الدنيا ما تشعرش انها ست بمعنى الكلمه الا ما تتجوز وتبقى ام. احنا عايشين على كده، صحيح بنشتغل واحرار وكل حاجه، بس كل ده فايدته ايه لما تمر الايام ونيجي مره نبص في المرايه نلاقي اول شعره بيضه وما فيش راجل جنبنا نحمل اسمه. الحب ساعتها مش هينفعنا باي حاجه. ثم في حاجة تانية، متهيألي إن اللي يحب واحدة، قصدي يحبها بصحيح، ما ظنش أبدا إنه يتردد في إنه يطلب إيدها. ولا كلامي مش مظبوط؟ مظبوط مظبوط. أستاذ وحيد، لو كانت منى صدفة الراجل اللي يحبها بصحيح، ما كانتش اضطرت تتجوز واحد ما بتحبوش. بس أنا بحبها ومستعدة أتجوزها، وهي الشبكة في جيبي أهي. بس ايه؟ هي بتحب واحد تاني. واحد تاني؟ ايوه، وهي نفسها اعترفت لي بكل حاجه، وحتى حاولت مره تنتحر علشانه. مظبوط، وانا لحقتها على اخر لحظه
انا ما شفتش انسانه حبت واحد زي ما منى حبتها. حبتني انا؟ اما انت فاكر بتتكلم على مين؟ منى مش من النوع اللي يحب مرتين، وعشان كده لما سبتها استرخصت حياتها. استاذ وحيد، انت اول واخر حب في حياتها. لو ما كنتش انت الراجل التاني، تفتكر كانت قبلت عزومتك وراحت معاك؟ اما انا مغفل صحيح، دلوقتي فهمت كل حاجه. كان معاه حق لما قلت عني مغفل. وهتعمل ايه دلوقتي يا استاذ وحيد؟ دي اتفقت مع مجدي وخدها مع دمشق عشان يعرفها باهله. لازم الحقها، مفيش قدامي الا كده. ايوه، حتى لو اقتضى الامر اشرح كل حاجه لمجدي عن اذنك. اتفضل. دايما الدخان يخلينا دمع. ما هو باين. ابدا، بس اللي شايفه انك انت اللي متضايقه. مش عارفه ليه قلبي مقبوض، وعشان كده ما حبيتش اروح عندكم البيت امبارح وانا في الحاله دي، وفي نفس الوقت خايفه لاهلك يزعلوا مني. من الناحيه دي ما تشيليش هم. قهوه من فضلك، 2 سكر زياده. ساده اذا سمحت. مره مره مره، الظاهر الواحد ما بيقدرش يتغلب على طبعه. حاولت اشربها بسكر ما لقيتلهاش اي طعم. منى! ما الوحيد؟ سليم ان شاء الله، بس ما تتاخري، الدكاتره مايعين الزيارات. تفضلي. الله يسلمك. ما فيش لزوم للدموع دي يا منى. انا نفدت بعقوبة وربنا بيحبني. الحمد لله، الف حمد. مرة تانية تبقى تسمع الكلام وتحرم تسوق بسرعة. اعمل ايه؟ ما كنتش لها امتى احصلك. تحصلني؟ تحصلني انا؟ ايوه، عشان اطلب منك تتجوزيني. بلي هتربطي حياتك بإنسان عبيط. لو كان فاهم الحقيقة من زمان ما كانش جرى اللي جرالي ده. الحمد لله اني جت سليمة وحالتك بقت عال دلوقتي. انا قابلت سعيد وقال ان الدكاترة مبسوطين خالص وعندهم امل انك هتخرج بكرة ولا بعد بكرة.
ما اعرفش زي اللي تكون الدنيا ظلمت. اصل الصدمه جت هنا ولسه الحته دي بتألمني. زيارات ممنوعه يا هانم ارجوكي. انا اسفه يا دكتور، سلامتك يا وحيد. زي الحال دلوقتي يا استاذ وحيد؟ والله مش عارف يا دكتور، وانا بكلمها الدنيا غامت في عينيا ومش شايفها. ودلوقتي؟ لا دلوقتي انا شايف كويس، شايف كل حاجه. الفتره دي استمرت كتير؟ لا دقيقه ويمكن اقل. طمني يا دكتور. استاذ وحيد انا خايف لا تكون الصدمه قد اثرت على اعصاب العين. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا مجدي. ازاي وحيد؟ الحمد لله. انا امبارح رحت المستشفى لكن ما عرفتش اقابله. مش عارفه ليه منعني الزياره مع ان كلهم بياكدوا ان حالته كويسه. ما تخافيش يا منى، وحيد هيخرج بالسلامه ويرجع لك. كفايه انك بتدعي له. مجدي ما فيش لزوم يا منى، انا عارف انت عايزه تقول ايه، خضتك عليه، فهمتني انك لسه بتحبيه، طول عمرك بتحبيه، وده شيء يخليك كبيرة في نظري. منى لما يخرج بالسلامة هنتهز اول فرصة علشان اقول له انه بخته من السماء. متشكرة يا مجدي، انت فعلا صادق مخلص. طب والدموع دي ليه؟ لا ابدا ما فيش حاجه. اظن ما فيش مجال للتردد. فعلا استاذ وحيد، احنا لازم نستنير براي اخصائي في الحالات اللي زي دي، ويهمنا كلنا ناخد راي البروفيسور رأفت نجيب. دكتور رأفت نجيب، دكتور رأفت نجيب. انا سامع عنه، سامع. امتى رح تقابله؟ اظن هياخدوا مني ميعاد بكره. يلا طيب شد حيلك. ها انا كنت اليوم بزهرة الاحسان والجمعية باني امير كبيري على الحفلة. انا في ايه ولا في ايه؟ مش قلت لهم اني رائد في المستشفى؟ ما هني سألوا عليك وقالوا لهم انك خارج بكره من المستشفى، وهني اجلوا الحفلة جمعتين، يعني رح يعملوا الحفلة يوم 19. يوم 19؟ يوم 19؟ أما حتى صدفة. ليش؟ لك صحيح، يوم 19 رح يكون يوم عيد ميلادك. طيب شو فيها؟ يعني رح تكون الحفلة بكرة كلها أفراح بأفراح. سعيد أنا مش شايفك. وحيد شبيك شو صابك؟ أنا مش شايفك يا سعيد. المرة الأخيرة الضوء كان على اليمين يا أستاذ وحيد، وأنت راجل مؤمن بالله طبعا. طبعا يا دكتور، بس أرجوك تقول لي الحقيقة وما تخبيش علي حاجة. إذا لازم أصرحك بأن حالتك خطيرة، العصب أصيب إصابة جامدة، والحالة دي بالذات
ملهاش علاج إلا عملية، عملية بيعملها دكتور واحد في العالم موجود في ألمانيا. والعملية دي نتيجتها أكيدة؟ مع الأسف نسبة النجاح فيها مش أكتر من 20%. دي عملية جديدة زي ما فهمتك. فاهم فاهم. يعني حظك كده على طول؟ ما ظنش. أنا خايف الفترات اللي بتجيلك دي تكتر على مر الأيام وتطول لحد إيه يا دكتور؟ لحد ما تعمي مش كده؟ يعني هتعمي يا دكتور؟ مش ده اللي قصدك تقوله؟ الطب بيتقدم على مر الأيام، في معجزات بتحصل، وإحنا مش لازم نيأس. لما الله بده يعمل معجزة ما حدا بيقف بدربه. كل اللي طالبه من ربنا ان الحفلة تعدي على خير من غير ما حد يشعر. لذلك مش عايزك تعزم اي حد في عيد ميلادي، ونصبح تاني يوم ونسافر. طيب ومنى؟ هي بالذات اللي مش لازم تشك في اي حاجة، ومش عايز اي حد يقول لها، فاهم يا سعيد؟ لكن هيك اسمك عم تردعها. مش احسن ما تربط حياتها بإنسان أعمى طول عمري أخدعها، تكون دي الخدعة الأخيرة. أكيد هيدي منى. أنا اللي حرب. ناولي السماعة. ألو ألو منى، صباح الخير. وصلت إمتى؟ دلوقتي حالا؟ الحمد لله على السلامة. لا أنا خفيت خلاص وسبت المستشفى. أيوة يا منى موجود في البيت. مع السلامة. مش مصدق امتى تشوفني، وانا مش مصدق امتى اشوف. والله مش شايف. ايه رأيك في دي بقى؟ عجبتك؟ اي حاجة منك تعجبني. دي عشان تفكرك ان كل ثانية تمر واحنا بعاد عن بعض ما تحسبش من عمرنا. اتفضل. وحيد، مالك يا وحيد؟ مالك؟ ابدا، ده مجرد انفعال. اصلي ما كنتش مصدق اني هشوفك من بعد الحادثه اللي حصلت لي. شفتك تاني. ايه الساعة الحلوة دي؟ امال احنا بنقول ايه من الصبح؟ قد ايه جميل الخاتم في ايدك، يا سلام.
ساعات كمان بتقول ما فيش حاجه تعلو على ذوقك وبتسلم عليك. ازيك؟ ملخومه لشوشتها بتحضر فستان الفرح. ليه هتجوز؟ لا قصدي الفستان اللي هتحضر بيه فرحنا انا وانت يعني. فرحنا؟ مستعجلة قوي يعني، مش مصدقة امتى تمشي في فرحنا، مش كده؟ تمشي في فرحنا؟ طبعا، انت طول عمرك تعرفي رأيي في الجواز، وانا لا يمكن اقتل حبي بإيدي. لكن انت يا وحيد، انت نفسك قلت لي في المستشفى، انت اللي طلبتني للجواز. ما كنتش في وعي، كنت تحت تأثير المخدر، والواحد ياما بيخرف. طبعا انت ما صدقتي تسمعي كلمة زي دي عشان تلف الحبل على رقبتي، مش كده؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ انا اتجننت لما صدقت الاكاذيب اللي قلتها لي. كنت اعمى وفتحت، دلوقتي كشفتك على حقيقتك، لعبت لعبتك عشان تجرجريني قدام المأذون، لكن ده بعدك. مش فاهمة حاجة، أنا ما بقتش فاهمة حاجة أبداً. يعني إيه سحب كلمته؟ ولو سمعتيه بيقولها إزاي؟ قال اللي خلاه يطلبني للجواز إنه كان تحت تأثير المخدر. ولما جه هنا وقابلته، ما يومها طلبك مني للجواز؟ برضه كان ساعتها تحت تأثير البنج؟ اسمعي يا منى، أنا متهيألي إن الحكاية دي فيها سر. ولا سر ولا حاجة. يعني هي دي أول مرة يجرحني فيها. لكن المرة دي أنا هعرف أردها له، بس ما يجي عيد ميلاده. يلا يا وحيد، طف الشمس. ما انطفوا خلاص يا سعيد. لا، ما انطفى شيء بعد، الأمل بالله كبير. وحيد، وحيد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. يلا يا وحيد طفي الشمع. سعيد أرجوك، مش عايز حد يشوفني. أنا مش موجود. إيه موجود يا سعيد؟ خليك انت، انا بفتح الباب. وحيد موجود؟ ما بعرف. منى؟ مستغرب؟ ما خبيش عليك يا أيمن. هو معقول قد سعيد ميلادك؟ بعد اللي حصل كل شيء معقول. إلا إن أنسى اللي فات. حتى لو نسيتي ماليش حق ألومك. لا يا أستاذ، أنا ما انساش حاجة أبداً. رجعنا تاني للأستاذ، أنت هتعقلي. ما أنا عقلت خلاص. والدليل على كده اني جايه بهنيك بعيد ميلادك، وجايبه لك كمان الهديه اللي تستحقها. لازم هتديني بوسه. لا، حاجه اغلى من كده بكتير. اتفضل. الخاتم ده ما بقالوش لزوم عندي، يمكن تحتاجه مع واحده تانيه. كل سنه وانت طيب. الو، مين؟ منى؟ نعم فكرت، قضيت طول الليل وانا عم فكر. يمكن
يمكن يكون ظنك بمحله ويمكن يكون وحيد بعده بحبك. والله اكتر من هيك ما بقدر اقول. المصيبة انه الصداقة اللي بيني وبينه هي اللي ما بتسمح لي اني احكي. وحيد لا مش موجود هلأ. المفروض انه عم بيروح على المسرح كل يوم حتى يعمل بروفا من شان يتمرن على مواجهة الجمهور. لا لا طبعا مش اول مرة عم بواجه الجمهور، لكن ملك ما بقدر احكي اكتر من هيك. مش من حقي، انا حلفت اني ما احكي. والشقب دربي بمشي لحالي مغمض العينين دور عليكي يا منى قلبي يا منى حبيبة قلبي وغيرك ما حبيت خبيت ومش قادر اخبي اكتر ما خبيت انت وبس حبيبة قلبي وغيرك ما حبيت خبيت ومش قادر اخبي اكتر ما خبيت مش قادر اخبي وحياتك اكتر ما خبيت اكتر ما خبيت ظلمتيني والناس ظلموني لومتيني والناس لاموني ظلمتيني والناس ظلموني من قلبي ومن نور عيوني دفعت التمن وتربيت من قلبي ومن نور عيوني دفعت التمن وتربيت مش قادر اخبي وحياتك اكتر ما خبيت اكتر ما خبيت يا قلبي سرك تعبني 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 مغلبها ومغلبني يا قلبي يا قلبي يا قلبي سرك تعبني 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 ومغلبها ومغلبني يا قلبي يا قلبي تعبت هي وتعاتبني وتعاتبني وتعبت قد ما خبيت مش قادر اخبي وحياتك اكتر ما خبيت اكتر ما خبيت
حبيتك اكتر ما في يا غالية يا غالية علي حبيتك اكتر ما في يا غالية يا غالية علي ويا ريتني بشوفك بعيني يا ريتني يا ريتني يا ريت يا ريتني بشوفك بعيني يا ريتني يا ريتني يا ريت مش قادر اخبي وحياتك اكتر ما خبيت اكتر ما خبيت سعيد؟ لا انا منى يا وحيد. منى الحمد لله اني عرفت. احلف لي يا وحيد انك مش هتكذب عليا ابدا بعد كده. انا مش شايفك يا منى. هتشوفني هتشوفني يا وحيد. انا متاكده ان العمليه هتنجح وان ما نجحتش انا هكون عيونك.